طفلة مصرية جميلة موهوبة سألت والدتها سؤال، بتقول لها احكي لي عن ثورة 30 يونيو. والدتها بدأت تحكي لها اللي حصل في هذه الثورة وازاي الدولة قدرت ان هي تستعيد مكانتها مرة تانية. طفلة سمعت الكلام ده واستوعبته كويس وبدأت ان هي تعمل اول فيلم كرتون عن ثورة 30 يونيو. احنا معانا دلوقتي طفلة زينب منتصر اللي عندها 7 سنوات واعدت اول فيلم كرتون عن ثورة 30 يونيو. صباح الخير عليك يا زينب. صباح الخير يا شعب مصر. يا اهلا بيكي، عاملة ايه؟ الحمد لله. قمر زينب صباحك يعني بتصبح على شعب مصر. شايف الصوت المشرق على الصبح ده؟ طب كل سنه وانت طيبه بقى يا زينب، يعني خلاص احنا داخلين على 30 يونيو. صباح الخير يا عبد الفتاح، يا رئيس عبد الفتاح السيسي. صباحك فل يا زينب. صباح عليك يا زينب. زينب عايزين نعرف منك الحكايه، وانت عملتي فيلم كرتون عملتي ايه فيه بالظبط؟ عملت برنامج عن كمبيوتر. حلو، ازاي بقى اتعمل؟ مش فاكره، علمتني. طيب ايه الفكره، يعني الفكره جات لك منين يا زينب؟ يعني انت رحتي سالتي مامتك ايه اللي حصل ثوره 30 يونيو، احكي لنا بقى ايه اللي حصل، ابتديتي منين وبعد كده عملتي ايه؟ ماما صحفيه في روضه اليوسف، عملت ملف عن 30 يونيو. انا بدات اقول لها يعني ايه يا ماما 30 يعني ايه يا ماما 30 يونيو يعني ايه ثورة أصلاً. راحت قالت لي ده الشعب قاعد يقول الرئيس ده مش عايزينه، زي ما كده بعيط، وهي بتقول لي لسه بتعملي ثورة وغيرها. انا مش سامع صوتك كويس يا زينب. ماما شغاله صحفيه في روضه اليوسف. تمام، احنا سمعنا الجزء ده، يعني احنا عايزين اخر جزء بس. طيب زينب، انت شعب خرج عمل ثوره. طيب انت كتبتي الكلام ده؟ ماما كتبته. ماما ساعدتني. تمام جدا، وانت بقى الميس في المدرسه ساعدتك انك تدخلي على برنامج، صح كده، على الكمبيوتر؟ لا. امال ايه بقى؟ نقابه الصحفيين كانت عامله دوره. ومش رضا الكرداوي علمتني. فعلموكي بقى ازاي تعملي الجرافيك ده؟ زينب انت في سنه كام في المدرسه؟ ثالثه. في ثالثه؟ طيب وقولي لنا انت بقى، يعني بعد ما عملتي الكرتون ده واتفرجتي كده عليه، صحابك قالوا لك ايه؟ ايه اللي اتقال لك عليه؟ فرحوا بيه قوي. بتجهزي انت كمان فيلم جديد يا زينب مش كده؟ عن الشهداء. ماما برضو حكيت لك القصه ان الشهيد ما ماتش، عايش هو عند ربنا. ما شاء الله، عندها 7 سنين ويعني عندها معلومات ما شاء الله. طبعا يعني زينب منتصر الطفلة التي أعدت أول فيلم كرتون عن ثورة 30 يونيو، ونشكرك جزيل الشكر طبعا، والشكر وصول لوالدة حضرتك.